يستيقظ عمر كل صباح بحيوية ونشاط، حاملا معه أحلامه البسيطة ظاهريا والكبيرة معنويا. يقصد مكان عمله الاستثنائية، يلقي التحية على رفاق الحلم كما أسماهم. يبدأ بحماس كبير ترتيب المطعم وتجهيز الطاولات رفقة الأصدقاء، استعدادا لاستقبال الزبائن والطلبات. لا يبخل عمر ذو 30 ربيعا مشاركة تجربته الطويلة مع أصدقائه، فهو يشد بيدهم ويوجه لهم الإرشادات والتوجيهات ليبدو المكان بالأناقة والنظافة اللازمة. زيت ما كنت كنت حسام وكنت تنهضرش مع الناس وكنت بوحدي، ودابا الحمد لله تعلمت بزاف الحاجات الحمد لله مع المدة، وليت مزيان الحمد لله. وليت دابا انا ما كنت عارف ناخذ لا كوموند، دابا وليت ناخذ لا كوموند. وليت نعرف ما كنت عارف نعدي لا ميزون بلاس، دابا وليت نعدي لا ميزون بلاس. دابا وليت كوفرت نعمل بوحدي وتعمل لي لي زاسليت بلات، وكان لي زاسليت كروز، وكان لي زاسليت ديسير، وكان لي زاسليت ابا، كل حاجه دايز. ودابا تعلمت الحمد لله، تنحاول نعاونهم باش يولوا بحالي. دابا الحمد لله تا اسامه ولا الحمد لله هو غادي، هو كيتحسن بزاف كاع على العام اللي فات الحمد لله بمساعده ديالي الحمد لله. لا سفلان ولا سعيد، كلشي تنعاونوا الحمد لله. خلف كواليس هذا الهدوء الذي يبدو عليه المطعم، توجد خلية نشيطة أخرى داخل المطبخ تعمل بشكل مكثف في تحضير الوجبات المتنوعة والصحية، والتي يضاف إليها فضلا عن التوابل المتعارف عليها بعض من الحب والابتسامة والصفاء التي استطاعت تغيير الصورة النمطية التي ينظر بها لهؤلاء الأشخاص من جهة، وضمان رضا الزبون ليتناول طعامه في شغف من جهة أخرى. خدمت مزيان على الدور، خدمت مزيان، تعلمت بوحدي، نتعود مع انا مع ما سمت عامر، جوجنا خدمو مزيانين، وسفيان تاو وسعيد قوتر ديرو قويه فورسات نسيات اسد برات اسد كروز. تعلمت مزيان بلاص غافيخ أسيات لا كويخ فخسيت باص شمع. أنا تعلمت سيرفيس بالإرادة. إذن تصنع النجاحات، هكذا يصف القائمون على مطعم هدف الذي أسسته جمعية آباء وأصدقاء الأشخاص المعاقين ذهنياً، حيث نجحوا في تحويل إعاقة ذهنية إلى أنشطة إنتاجية وإبداعية استطاعت زيادة الثقة في إمكانياتهم الذاتية. كان خدموا حنا، قل لك حنا رجعنا أسرة هدف أكثر من جمعية هدف ولا مركز هدف، أسرة هدف. كل واحد فينا كيسمع الاخر هذا هو. من بعد تكوين داكشي لاحظنا بانه هاد كاينه الفو الي بلو لوين، خصنا نمشيو للقدام. وجات الفكره باش نعملوا هاد الريستوران، لو ريستوران سوليدير هدف. دابا هو عنده عامين، حيت عندنا لا كانتين تما كنهيئوا 100 وجبه في النهار. الشباب تيخدموا في الكوزينة، الشباب تيخدموا في سيرفيس. قلنا علاش ما نعملوش شي حاجة اللي مفتوحة على الخارج، والناس يجيو يشوفوا بعينيهم شنو كاين، وباش يتيقوا في ولادنا. سي سا لو بروبليم، المشكل بغينا باش نغيروا داك النظرة المجتمع. والهدف ديالنا هو كمان ندمجوهم، نحاولوا الادماج ديالهم في الخارج، في القهاوي، في لي ريستوران، في المحلات اخرى، في بزاف ديال الحوايج. مي باش الناس يعرفوهم يتيقوا فيهم، من الاحسن يجيو يتغداو ياكلوا ويشوفوا النظافه، ويشوفوا كيفاش داكشي كيتوجد وكيف هذا، ويتيقوا فيهم يقولوا هاد فينالمون هاد الشباب عندهم ما يقولوا حتى هما، وعندهم المحل ديالهم في المجتمع. خلف هذا المكان الصغير ولدت طموحات كبيرة، فعمر يحلم بتأسيس مشروعه الخاص، وأسامة يسعى للزواج بفتاة أحلامه، بينما ترغب كوثر في تحقيق المزيد من الألقاب في رياضة السباحة التي تحبها.
جمعتهم قوة الإرادة واندفاعهم للقيام بعمل نبيل بصرف النظر عن الإعاقة، ليثبتوا أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأحلام هي إرادة القوة بحد ذاتها. فمطعم هدف جسد هذه القوة في أبهى تجلياتها، كاسراً كل الظروف وطامحاً في مستقبل أفضل.